امتى برايك بيفشل الزواج؟ علي، الزواج هو اسمى مؤسسه بهالحياه، وثمره هالمؤسسه هن الاولاد، الاستمراريه، الوجود. والزواج هو شراكه بالنهايه بين شخصين، بس وقت اللي شخص بده يلغي الثاني بده يبقى شخص واحد بالزواج، ببطل شراكه، ببطل زواج. حسيتي حالك لغيتي نفسك بمحل ما او الغيتي؟ لا، انا الغيت، بس هيدا الشيء صار من الماضي، وانا اليوم مستعده اعيش مرحله جديده بحياتي وافتح صفحه جديده. مشان هيك انا اليوم طالعه معك وعم بتحدى حالي. مين كان مشكل عقبة قدام تسويات عدي بالماضي؟ ولاد الحرام وكتار، الله يسامحهم. طريقة إعلان طلاقك من قبل الإعلامية ريمان جيم ضايقتك؟ ما رح كذب عليك، إيه ضايقت وتفاجأت، وأنا كنت بتمنى لو هالإعلامية اللي عم تحكي عنها تضلها بدورها الإعلامي بدل ما تلعب دور قاضي عم ينطق بأحكام على الهوى، كان أحسن. شو مشكلتك مع الإعلامية نضال الأحمدية؟ أنا ما عندي مشكلة معها، بعتقد هي عندها مشكلة مع الكل. يعني أنا مرة بكل محبة حكيتها وطلبت منها أنه بليز ما بقى تألفوا إشياء، ما بقى تحكوا إشياء من راسكن، مش حلوة بحقكن، وجاوبتني وقالت لي أوكي، وكان جوابها إيجابي. لحديت مبوعة تاني يوم وبتفاجأ انه حكين عن اهلي بالعاطل. شو بدي اقول لك، يعني في مشكلة، في مشكلة مع حالها. ولقيت اخر شيء انه على الفاضي الحكي، ما حوصل لمحل. الله يسامحها وتحكي قد ما بدها، ما بقى عندي مشكلة. ما بيأذيكي حكي، لأنه بكل مقابلة بس يجيبوا سيرتك أو يجيبوا سيرة طلاق وائل كفوري بتهاجمك بشكل عنيف وقوي. لا، بطل يزعجني صدقني، بتحكي لتشبع.